في هذا اليورو. دقة تمريراته كانت ناجحة بنسبة 100%، خاصة تمريراته الطويلة، اللعب الإنجليزي الأصيل، التمريرات الطويلة والاندفاع البدني والاعتماد على الكرات العالية. كانت له 4 تدخلات دفاعية مفصلية وجراحية أيضا ناجحة، موهبة نقية ورائعة اكتشفناها سويا في هذا اليورو. أمين. شوف 19 سنة لهذا اللاعب. كان ماينو. نعم ماينو. كان هو مش اكتشاف ساوثغيت محمد، من يتابع الدوري الانجليزي لا ساوثغيت قدمه للعالم. لا قدمه للعالم إريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد، لانه قدم موسما. نعم قدم موسما. بان شهرة هذا اللاعب والبحث عنه الان في موقع التواصل الاجتماعي وفي جوجل اقل من ما كان عليه الان. لا انا ما قلتش اقل، بدون شك ارتفعت اسهمه امن في هذا اليورو. يا مال البارح سجل هدف فقط في موقع التواصل الاجتماعي على ما اعتقد انستغرام ولا فيسبوك، 1,000,000 متابع بعد الهدف فقط. يعني ما تحكمليش بمواقع التواصل، لكن هذو من الاحداث امين اللي يرفعوا قيمه اللاعب. نقول لك محمد، من يتابع الدوري الانجليزي كان يتوقع بروز ماينو. كان يتوقع بروز ماينو. لماذا لم يبدا به منذ البدايه؟ لانه هذا تولي الفكر المدرب. على هذه قلت لك امين، احنا علاش انتقدنا ساوثغيت؟ ساوثغيت قدم لنا ماينو. وشنو ابرز شكون اللي كان يقول لك لازم يلعب ماينو هنا في هذا الاستوديو؟ قلت لك انا لازم يلعب ماينو في مكان ارنولد. لا ما قلتلكش، قلت لك بلي عنده فلسفه زائده، يلعب عنده لاعب مثل ماينو. خيار ثالث. ايه كاراغر. مازال الحصص محمد، مازال الحصص ومازال الفيديوهات في اليوتيوب. قلت لك اللي لازم يلعب ماينو مع ديكلان رايس، لازم يلعب ماينو في وسط الميدان. انا تبعت مانشستر يونايتد محمد وشفته ملي دخل قدم اداء خرافي بالنسبه لسنه، كان 18 سنه، كان مازال ما لحقش 19 سنه. اول مباراه وأول ضد ايفرتون وسجل فيها أول امام ايفرتون، استغل فرصه اصابه كاسيميرو، طلعوا من الفريق الثاني، اعطى له الفرصه إريك تين هاغ. علاش قلت لك بلي إريك تين هاغ هو اللي يستحق الثناء؟ على فرصه مضطرا امين. مضطر ولا ماشي مضطر محمد؟ ما الاخر مضطر كي شاف بلي. لا ليس مضطر، كان قادر يكمل بارنولد امين. لا لا كي شاف ارنولد ما قدملوش الاضافه محمد، كيف انت قادر يلعب كول بالمر؟ مجنون. الاكثر مساحه في الدوري الانجليزي. مجنون ساوث جيت. عنده لاعب مثل ترينت الكسندر ارنولد، قدم له الاضافه وكلا وسط الميدان يروح يخرجه يدخل ماينو. شاف باللي ما جابلوش الفائده. ما جابلوش الاضافه في وسط الميدان، والاكثر من هذا كان فوس نوت كما نقولوا في وسط الميدان. دار خلل في وسط الميدان المنتخب الانجليزي، غير راح الماينو. خيار ماينو كان رائع. شوف ماينو هو في الاصل لاعب وسط دفاعي، اليوم تدخلاته كلها صحيحة، تمريراته كلها صحيحة، وقدم دعم هجومي كبير جدا على منطقة العمليات. هذا الثناء يعود هنا لساوثغيت، لأنه أعطاه حرية كبيرة جدا في التنقل بين الخطوط. لم يلزمه بمهام دفاعية فقط. كان يصعد من وسط الميدان الدفاعي إلى غاية منطقة العمليات، وكان عنده فرص، سدد، اصطدمت بدفاع المنتخب الهولندي. رايس كان يغطي عليه كثير. لازم يغطي عليه رايس، لأنه يلعب متأخر عليه. عودية تبديلات ساوثغيت في هذه المباراة، صح كانت ذكية، كانت تبديلات مفصلية، واتكينز سجل الهدف الثاني، ولكن أيضا كانت تبديلات شجاعة جدا. نتيجة كانت هدف مقابل هدف. ماذا أخرج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ فودن، والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي هاري كين. يعني لا يفعلها أي مدرب، ولو خسرت إنجلترا ربما لاموه. كيف تخرج لاعبين من مثل هذين اللاعبين؟ لو تترك هاري كين سيمسك لك الدفاع، لو تترك هاري كين في أي لحظة يمكن أن يسجل، لكنه أخرج كين وفودن، يعني أهرامات في المنتخب الإنجليزي تمت إزالتها وانتزاعها نزعا، وإدخال لاعبين قام بعمل كبير وتسجيل الهدف الثاني. بس نقول لك محمد أن المدرب مسؤول عن خياراته، عن ملاحظاته، خياراته قبل بداية المباراة بتوظيفه للكلاب الأساسية، وعن ملاحظته وتغييراته لوبسيرفاسيون إلي شونجمون. نقطة التحول أنه هي الثقة التي أعطاها اللاعبين للمدرب لما أشرك بالمر ضد سلوفاكيا في الشوط الثاني محمد. على الجهة اليمنى نقطة تحول، لأن المدرب واللاعب هي علاقة ثقة متبادلة محمد. أنا أوظفك في الوقت المناسب، أقوم بتغيير، لأنه تغيير محمد أنت جاوبت على نفسك، تغيير كين وبيلينغهام هذا يعطي ثقة للاعب الداخل، لأنه بيلينغهام وكين يعتبران قطعتين أساسيتين، خاصة بيلينغهام الذي يعتبر النجمة المضيئة لهذا المنتخب. فلهذا أرى بأن الثقة المعطاة من طرف هذا المدرب إلى لاعبيه أتت أكلتها وأتت بثمارها، لأنه بالمر هو اللي قام بالتمريرة الحاسمة،
في المباراة الفارطة لو تستذكر لو نستذكر معا أنه تغييرته أيضا كانت صائبة، وقلنا في كم من مرة أنه كيف له أن يخرج كين وهو مسدد رائع لركلة الجزاء، ومع هذا شهدنا منتخب إسبانيا يفوز بركلة الجزاء. بالمر تمريرة حاسمة وواتكينز الهدف الثاني، تغييرات أكثر من رائعة. وربما سيكون ربما بما أنه محمد لامين تكلم عن شجاعة هذا المدرب وبتجديد أفكاره وإعطائه الفرصة لهذا الشبان، ربما ستكون تغييرات، لأنه كل مباراة عندها قراءتها محمد. وساوث جيت ابتداء من ثمن النهائي والربع النهائي والنصف النهائي كانت أفكار جديدة متجددة. نعم. فلهذا من المفروض حتكون قراءة خاصة لمنتخب إسباني وراح تكون. نعم. مفاجأة. ساوث جيت أكل كومان في هذه المباراة تغيير، لو كان ما ماركاش با ما سجلش واتكينز وما قدمش تمريره حاسمه بالمر، وكان ممكن ما نش نهضروا هذا الهضره. وكاين شيء الامور، وكاين شيء ثالث اللي ما تحدثناش عليه في الهدف الثاني، هو الخطا السادس جدا 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 لاكي. نعم. روحوا عاودوا شوفوا اللقطه في البدايه تاعها، اكي دمفريز ديفري والمدافع فيرجيل فان ديك على نفس الخط، اكي متاخر خلفهم بحوالي 5 امتار، تبع واتكي تبع اللاعب ساكا. لما جات التمريره كول بالمر لم يكن متسللا بتاتا، وكنا نشوف المباراه قبل تسجيل هدف بحوالي 10 ثواني، قلت لهم اذا سجل الهدف في هذه اللقطه راح يكون عتاب كبير على اكي، لانه ارتكب خطا سادس جدا بالعوده خلفته ان سي با ليني مع الثلاثي الاخر اللي كان معه في خط الدفاع، تراجع كثير للخلف، شيء اللي قتل وضعية التسلل، لانه ساكا الى سو كومو تيري اكي الوقوع في الخطا وجا الهدف الثاني. ما عدا ذلك قبلها المنتخب الانجليزي تقريبا ولا لقطه تستحق الذكر في الشوط الثاني، وهولندا كانت الطرف الافضل، لذلك المباراه كانت ايكيليبري. ممكن انه ايضا شيء اخر رجح كفه ساوث جيت هو لا كاليتي دي جوار اللي كاين في المنتخب الانجليزي مقارنه ببنك احتياط منتخب هولندا. لما خرج ديباي ربما اللي يعتبر افضل مهاجم في منتخب هولندا، دخل فيغو دخل فيرمان مع في الاول، وتم وضع مايلان كقلب هجوم، ثم اخرج مايلان واقحم فيغورس، تقريبا التغييرات الوحيده التي احدثها كومان. نعم. قبل تلقي الهدف الثاني. بينما في الجانب الاخر يا كو دي بومباردي، دخل واتكينز بالمر، تغييرات كان عنده ايضا في كرسي الاحتياط توني غوردون، عنده لاعبين ترينت الكسندر ارنولد، عنده زخم كبير من اللاعبين ذو مستوى عالي في كرسي الاحتياط مقارنه برونالد كومان اللي ما عندوش عمق في التشكيله مقارنه بساوث جيت. وهذه الامور ممكن انها تلعب دور كبير، ولو انها ليست عنصر حاسم 100%، لكنها من بين العناصر. نعم. التي قد تساهم في. نعم. حسم نشاهد اهداف المباراه، نبدا بالهدف الهولندي الاول مع انطلاق المباراه. الغضب البرتغالي اجتاح الملعب بهذه التسديده الصاخبه من سيمونز. قاسي سعيد، شوف هنا كان خطا، يعني المنتخب الهولندي الانجليزي خسر الكره في وسط الميدان، ثم هذا اللاعب لما تشوف كان الكره كان راح يدخل في صراع مع اظن ستونز. وش الكره مشات له شويه محمد، واش دار؟ كل قريب دار ان تاكل وضرب الكره، يعني قذفه قويه والحارس ما يقدر يدير حتى شيء. الكره ساهمت محمد، لأن الكرات المعتمده ابتداء من الربع النهائي هي كرات لما تكون في الهواء تزيد السرعه تاعها، لهذا 116 كيلومتر. ولو انه تسديده سايمونز لو لم ينزلق على الكره، لان الكره فاتته، لما تنزلق على الكره بالكتبي محمد تروح بهذه السرعه، ولكن يبقى هو سقط بعد تسديد. لا لما تفوتك الكره محمد وتنزلق اليها بهذه الكره الهوائيه المعتمده ابتداء من ربع النهائي، وتكلم عليها الاخصائيين. نعم. وقال لك لما تكون في الهواء تزيد السرعه تاعها. نعم. وهي كره ذكيه ايضا. الكره الهولنديه الشامله اصبحت في مهب الريح الان بن شابير، لم نشاهد لا كره هولنديه شامله ولا اي شيء في هذا اليورو. صحيح كانت هناك بعض اللمحات، هناك بعض اللقطات عوده المنتخب الهولندي في بعض المباريات، ولكن الكره الهولنديه الشامله التي تعتمد على المهارات، التي تعتمد على التيكي تاكا، التي تعتمد انه الجميع يهاجم والجميع يدافع، هذه كره لم نشاهدها. هل هذا بسبب كومان أم بسبب محدودية أدوات كومان؟ شوف أنا ما نحملش كومان المسؤولية. نعم. لأنه كومان على قلة اللاعبين وصل للنصف النهائي، وحتى في دوري الأمم كان دائما يحقق مراتب مليحة. بخصوص الكرة الشاملة، ليست غيابها ليس وليد اليورو، غيابها تقريبا منذ أكثر من 15 سنة،
منذ 2010 يعني آخر منتخب شاهدناه يقدم كرة جميلة كان المنتخب الذي وصل إلى نهائي كأس العالم وخسره أمام المنتخب الإسباني بهدف إنيستا آنذاك. بعد ذلك المنتخب لم نشاهد أي كرة شاملة ولم نشاهد على الأقل ما يشبه الكرة الشاملة في المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي أصبح منتخبا ما نقولوش عادي لأنه هو الحق الدومي فينال مي ما بقاش منتخب هولندا تاع سنوات بداية الألفية الجديدة. هل تخلت هولندا عن فلسفتها أم أنها لا تستطيع أن تنفذ هذه الفلسفة؟ لا تستطيع أن تنفذ هذه الفلسفة بسبب محدودية تراجع نوعية اللاعبين. الدوري الهولندي لم يصبح ذلك الدوري القوي الذي ينجب لاعبين كبار. شوف الدوري الهولندي كان كيما يجيبش ما يجيبش ما يجيبش يعطيك هونتيلار يروح يلعب في ريال مدريد. هونتيلار اللي مش زعما لاعب كبير مهاجم كبير يروح يلعب في ريال مدريد. الان ما عندكش في المنتخب الهولندي. اعطيني لاعب كبير خرجوا المنتخب الهولندي في الوقت الحالي باستثناء ديون. ديون ماهوش لاعب كبير امين يلعب في نادي كبير بصح ماهوش لاعب لا خرجه من اجاكس ماهوش مأثر كاع في النادي تاعو ماشي مأثر كاع وحتى في المنتخب الهولندي من ناحية الإحصائيات ما هوش مؤثر مع المنتخب. لمن اليوم خروج ممفيس ديباي في الدقيقة 35 أثر كثير على المنتخب الهولندي. لكن ديباي لم يفعل أي شيء. لا معليش 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 محمد اليوم كنت تشوف المقابلة شفت الأول كنا اليوم أوكي اليوم أوكي لكن باقي المباريات في هذا الأورو من أسوأ اللاعبين. المقابلة تاع اليوم هي اللي كانت عندها قيمة باش تمشي للدور النهائي. خروجه في الدقيقة 35 تقريبا المنتخب الهولندي ضيع الاستحواذ تاع الكرة. يعني هذا اللاعب كان يدير لا ترانزيسيون ما بين لما تجي الكره من الدفاع الى الهجوم هو كان يلعب كومان يشكر ام يعاتب بعد هذا اليورو؟ لا ما يعاتبش محمد هذا ما عليه الحق دور نصف نهائي بلا دول حد ديالو هذا ما كان